تتواصل الحملات للكشف المبكر عن سرطان الثدي طيلة شهر تشرين الأول، وفي مشفى الشهيد أحمد هوادي بدير الزور كانت الحملة الوطنية للكشف المبكر عن جهاز الماموغرام الذي تم إرساله إلى دير الزور بواسطة عربة متنقلة لإجراء الفحوصات لنساء دير الزور. الجهاز ماموغرام الوصل من دمشق بعربة متنقلة يساعد على كشف العديد من السيدات، كونه إحنا مدينة دير الزور نفتقر لهذا الجهاز، ومشكورة كل السواعد والجهود المجهولة والبعثون هذا الجهاز، وانه ان شاء الله نقدم انه احسن مجال، ونتمنى انه يجينا جهاز على دير الزور من اجل متابعه السيدات والاطمئنان عنهم. وحاليا الاقبال جدا ممتاز، يتم تسجيل المستفيدات والراغبات بتصوير الثدي من اجل الاطمئنان على حالات السيدات اللواتي يقبلنا على التصوير، ويتم تسجيلهم بسجل باستمارة خاصة لفحص الماموغرام، ويتم دخول السيدة إلى التصوير، وهناك أقبال جيد. تشهد المشفى أقبالاً كثيفاً من السيدات الراغبات بإجراء الفحص والاستفادة من وجود الجهاز في المحافظة، حيث يتم يومياً استقبال أكثر من 40 سيدة يجري لهن جلسات تثقيفية للتوعية وطريقة الفحص الذاتي وأهمية إجراء الكشف قبل الفحص السريري والتصوير. أنا جيت على الفحص مشان الماموغرافي، والحمد لله مشكورين، دخلنا على الفحص بسهولة، وهذا العمل مشكورين عليه، لأنه كل امرأة جت اطمنت على حالها، يعني هذا الشيء احنا مبسوطين منه. تم تصويرنا بالجهاز اللي يكشف عن مرض السرطان، والحمد لله مشكورين، جينا مشجعين وحاليا مشجعين وما زلنا مشجعين، كل الأهالي، كل السيدات، كل ربات البيوت، الموظفات، الكل يعني يتكاتف بإنجاز هذه المهمة للإطمئنان. الكثافة والإقبال الكبير على إجراء الفحص يدفع للمطالبة بتوفير جهاز دائم للتصوير في دير الزور بهدف الاستفادة الدائمة وفحص أكبر عدد من السيدات بصورة دورية.